ضمن أنشطتها الاجتماعية والفعاليات التي تنظمها لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، نظمت لجنة رئيس مجلس الأمة لذوي الإعاقة حفلا ترفيهيا للمعاقين والأيتام والمسنين بمجمع دور الرعاية الاجتماعية. وأكدت رئيسة اللجنة شريفة الغانم ضرورة الاهتمام بذوي الإعاقة من كافة النواحي وصولا إلى دمجهم في المجتمع، داعية إلى الاهتمام بالمواهب والإبداعات التي يتميز بها عدد لا يستهان به من أبناء هذه الشريحة. لجنة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لذوي الإعاقة انطلقت إيمانا بتوجيهات معالي رئيس المجلس بأهمية دمج فئة ذوي الإعاقة في المجتمع وتحقيق تطلعاتهم ورغباتهم وأهدافهم وصقل مواهبهم الفعالة التي تصب في مصلحة وطننا الغالي، كذلك الوقوف بجانبهم وصقل مهارتهم، حيث أن الكثير من إخواننا من فئة ذوي الإعاقة أبدعوا بالمواهب التي تخصصوا بها ورفعوا اسم الكويت في المحافل الدولية، لذلك يستحقون منا أن نقف بجانبهم لنساعدهم من خلال توعية المجتمع بأهمية دورهم في كافة النواحي.